النهارده ان شاء الله هنتكلم على محاضره زي ما قلنا مهمه قوي من ناحيه طبعا الحياه بتاعتنا العاديه مش بس من ناحيه الاستاج والامتحان والمذاكره. المحاضره اللي هي بتاعت الجلد الاناتوميكالي زي ما احنا عارفين عباره عن 40 نوع اسمه فيك سكين جلد اللي بنحس ان هو تقيل وده موجود في البالم اوف هاند كف الايد وفي السول والزفير في بطن الرجل. وطبعا عارفين ان الكلف في بطن الايد وفي بطن الرجل ما فيهوش شعر، صح كده؟ حد طلع له شعر في بطن ايده؟ فاذا دايما تحط في دماغك الثيك سكين الكلف التقيل ده نون هير سكين. الثيك سكين على طول نون هير. السكين بتاع بقيه جسمنا كله عباره عن جلد رفيع فبنسميه ثين سكين وده بيبقى هيري فبالتالي عندنا تين هير سكين. يبقى انا عندي نوعين من السكين يا اما ان هو ثيك نون هير سكين وده موجود زي ما قلت في البالم اوف هان بطن الايد وفي السول اوف ذا فيت. طبعا عامله دي كده عشان الجلد مش عشان حاجه. وبقيه الجلد عندنا زي ما قلنا ثين هيري سكين. هيستولوجيكالي لقوا ان الثيك سكين هو التيبيكال ستراكشر اوف ذا سكين وبالتالي احنا هنبدا نشرح الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ثيك سكين وبعد كده هنشوف الفرق بينه وبين الثين سكين دي. الثيك سكين عباره عن طبقتين جلد فعلي ده وهو عباره طبقتين طبقه السوبرفيشال اللي هي اكسبوز للانفايرمنت ما هي الا ايبيثيليال تيشو وتحتيها طبق من الكونكتيف تيشو بروبر بس كده هو ده الجلد. يبقى الجلد بتاعنا طبقتين طبقه غير معظم تكوينها تبع الايبيثيليال تيشو والطبقه الثانيه تبع الكونكتيف تيشو بروبر. بس طبعا لان دي محاضره مخصوصه للسكين فهنبدا بقى نشرح كل طبقه بالتفصيل. قالوا ان طبقه الكونكتيف تيشو بروبر دي اسمها ديرمس. ديرمس يعني اللي هو باطن الجلد اللي هو بيسموها بالعربي كده لخمه. والطبقه اللي فوقيها اللي هي الايبيثيليال تيشو دي اسمها ايبيديرمس. فاحنا هيستولوجيكالي السكين عندنا عباره عن طبقتين طبقه اسمها ديرمس طبقه الكونكتيف تيشو بروبر والطبقه اللي فوقيها اسمها ايبي يعني ايبي يعني فوق ايبيديرمس. هنشرح طبعا كل طبقه بالتفصيل الممل بس اول حاجه ركز يبقى الجلد بتاعنا احنا بنشرح دلوقتي الثيك سكين لان هو التيبيكال هيستولوجيكال ستراكشر اوف سكين ولقينا الثيك سكين ده عباره عن طبقتين طبقه ايبيديرمس وتحتيها طبقه ديرمس. نتابع مع بعض لو سمحتوا عشان للاسف في دلوقتي تقسيمات كتيره شويه. طبقه الايبيديرمس زي ما انا قلت دلوقتي ما هي الا طبقه من الايبيثيليال تيشو. الحمد لله احنا لسه واخدين الايبيثيليال تيشو الترم ده فعندنا فكره فيه فاللي مذاكر الايبيثيليال تيشو هيفهم جزء كبير من محاضره النهارده. الايبيثيليال تيشو اللي بيغطي السكين بتاعنا او اللي موجود في السكين بتاعنا كان نوعه ايه لو تفتكروا؟ كيراتينايزد ستراتيفايد سكويماس ايبيثيليال. وزي ما تفتكروا وانا بشرح ايبيثيليال تيشو قلت ان هي جنرال ستراكشر الكاركتر بتاعتها اهم جنرال كاركترستيك اوف ايبيثيليال تيشو ان بنلاقي الخلايا فيري كراودد مع بعض ان الخلايا بتاعتنا نون فاسكولار ما فيهاش بلاد فيزل ان الخلايا لازقه مع بعضها ان الخلايا واقفه على بيزمنت ممبرين. نفس الجنرال كاركترستكس دي هتطبق على الايبيديرمس لان معظم تكوينه هو زي ما قلت كيراتينايز ستراتيفايد سكويماس ايبيثيليال. مين فاكر يعني ايه ستراتيفايد ايبيثيليال؟ يعني ايه؟ اكتر من لير من الخلايا صح كده؟ حتى لو طبقتين وعكسها السمبل ايبيثيليال اللي هو صف واحد من الخلايا. فانا هتوقع عندي هنا النهارده ان الايبيديرمس اكتر من صف من الخلايا. يعني ايه كيراتينايز؟ يعني هتوقع ان على سطحه فيه كيراتين. بس لان احنا طبعا بنشرح الايبيديرمس بقى على بعضه وبالتفصيل زي ما قلت هنفاجئ ان الكيراتينايز ستراتيفايد سكويماس ايبيثيليوم ده الموجود في الايبيديرمس بيمثل فقط 85% من مكونات الايبيديرمس مش 100%. ولان طبعا الماجورتي زي ما قلت اهو 85% فانا لما بقول ايبيديرمس على طول ده كيراتينايز ستراتيفايد سكويماس ايبيثيليوم. لكن فوجئنا ان في 15% من خلايا الايبيديرمس
مش تبع الكيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. ماشي كده؟ وبالتالي قسموا خلايا الابيدرمس الى نوعين من الخلايا. خلايا المكونه للكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم واللي مسؤول عن تكوين طبقه الكيراتين على السطح زي ما هنشوف دلوقتي، فسموا الخلايا دي كيراتينوسايت. وال 15% التانيين من الخلايا اللي بين الكيراتينوسايت وبعضها واللي مش بتعمل كيراتين لكن بتعمل وظائف مهمه جدا سموها نان كيراتينوسايت. يبقى تاني انا بشرح دلوقتي في الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا ثيك سكين، وقلت الثيك سكين عباره عن طبقه من الابيدرمس وتحتيها طبقه من الديرمس. وطبقه الابيدرمس 85% من مكوناتها هو ايبيثيليال تيشو اللي هي الكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اللي بتعمل كيراتين على السطح، عشان كده سمينا الخلايا دي كيراتينوسايت. لكن في 15% من الخلايا المكونه للابيدرمس دي ما بتصنعش كيراتين، لكن زي ما هنشوفها دلوقتي بعد شويه دي بتعمل وظائف مهمه جدا فسموها نان كيراتينوسايت. فالابيدرمس عندنا الخلايا المكونه دي بتتقسم الى كيراتينوسايت ونان كيراتينوسايت. ايه هي الكيراتينوسايت دي؟ صحصحوا معايا كده. انتوا جايين محض ارادتكم صح؟ ايه الكيراتينوسايت دي؟ خلايا اللي بتعمل كيراتين. خلايا اللي بتعمل كيراتين، برافو عليك. طيب تبع انهي نوع من انواع التيشوز؟ ابيثيليال تيشو صح؟ طب نوع الابيثيليال تيشو ده ايه؟ كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، نفس الشرح اللي انا لسه شرحاه. يبقى لما قلت لك ايه الكيراتينوسايت دي؟ هي عباره عن كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم مكونه ل 85% من خلايا الابيدرمس. وظيفتها الاساسيه زي ما هنشوف ليها وظائف كتير طبعا مهمه جدا، لكن هي بتعمل كيراتين على سطح او بيبقى موجود فيه كيراتين على سطحها، فعشان كده بنسميها كيراتينوسايت سيلز. ماشي كده؟ ولو ان هي اكتوديرمال اوريجين، مش هندخل في تفاصيل الشرح الجزئيه دي لانها مش مهمه بالنسبه لكم قوي. الكيراتينوسايت زي ما اتفقنا عباره عن كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، يعني اكثر من صف من الخلايا. هنبدا بقى لان احنا بنشرح محاضره مخصوص عن السكن، هنشرح صف او نوع من الصفوف دي وهنشرحها بالتفصيل ووظيفتها ايه وايه اهميتها في السكن. الصف اللي تحت خالص الموست بيزال لير من الكيراتينوسايت اللي هي من الكيراتينايد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اسمه بيزال لير. فاكرين لما اتكلمنا عن ستراتيفايد ايبيثيليوم وقلنا ان اي ستراتيفايد ايبيثيليوم عامل زي العماره، في دور ارضي هو اللي واقف على الارض مباشره، وبعد كده في ادوار متكرره، وبعد كده في الادوار اللي على السطوح. نفس الكلام بالظبط، الكيراتينوسايت هي الكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، وبالتالي لما اجي اوصفها لازم هشرح ان في بيزال لير اللي هو الدور الارضي اللي واقف على الارض، وبعد كده في ادوار متكرره اللي هي الانترميديت لايرز، وبعد كده في السوبرفيشال لير. الدور الارضي اللي انا بسميه بيزال لير هنا عباره عن سنجل لاير اوف كولامنر سيلز ويز بيزال اوفر نيوكليار، صف واحد من خلايا الكولامنر. واتفقنا قبل كده في الابيثيليال تيشو لما يكون عندي كولامنر سيلز على طول مباشره انا اقول النيوكليار بتاعتي بيزال اوفر نيوكليار. هذا الصف من الخلايا واقف على مباشره على ايه؟ على بيزنج ممبرين. اتفقنا من ضمن شروط الابيثيليال تيشو ان الخلايا بتاعتي تبقى واقفه على بيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين في الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم لانه بيبقى شايل عدد من الادوار كتير جدا جدا لازم يكون كبير، لازم يكون واضح، لازم يكون تخين. فالبيزمنت ممبرين الخط الاحمر ده في الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم عموما وهنا في الابيدرمس اوف ذا سكين لازم يكون كبير. وقلت ليه؟ سببه عشان شايل اكتر من عدد من الخلايا واصل الادوار بتاعتها لغايه 30 دول. الصفه الثانيه في البيزمنت ممبرين مهمه جدا جدا الا وهو ويفي. ويفي يعني ايه؟ يعني معرض زي ما احنا شايفين كده اهو. ليه البيزمنت ممبرين في اي ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم بالذات في الابيدورمس اوف ذا سكين يبقى ويفي؟ مهمه جدا دي.
ليه؟ علشان احنا قلنا ان الابيثيليال تيشو عموما ومن ضمنها الكيراتينوسايت نون فاسكولار سيلز، خلايا ما بيوصلهاش بلاد فيسل، ما بيدخل ما بلاقيش منها ومن بعضها بلاد فيسل. امال بتعتمد على النيوتريشن في ايه؟ بتعتمد على الديفيوجن من البلاد فيسلز الموجوده في الكونكتيف تيشو اللي تحت الابيثيليال تيشو ده. طب ايه علاقه ده بان البيزمنت ممبرين بتاعنا يبقى ويفي؟ كل ما البيزمنت ممبرين بقى ويفي كل ما كميه الغذاء والاكسجين اللي خارجه من البلاد فيسل توصل لاكبر عدد من الخلايا. تخيل ادي النيوتريشن والاكسجين خارج من البلاد فيسل ده وماشيه كده وماشيه كده، اني اكتر مسافه تقدر تمشيها واكتر عدد من الخلايا توصل لها مع الويفنس اوف ذا بيزمنت ممبرين. يبقى سبحان الله كان البيزمنت ممبرين ده الماتور اللي بيسحب الميه وبيوصله للادوار العليا. كل ما البيزمنت ممبرين كان ويفي كل ما وقت عدد او كميه الاكسجين والنيوترنت اللي واصله من البلاد فيسل توصل لاكبر عدد من الخلايا عندنا. يبقى نرجع تاني نقول ان هنا بشرح الكيراتينوسايت، وقلنا الكيراتينوسايت دي اول طبقه فيها الطبقه السفلى خالص اسمها بيزل لير. هذه البيزل لير واقفه على كلير اند ويفي بيزمنت ممبرين. هذه البيزل لير صف واحد من خلايا شكلها كولامنر سيلز وليها بيزل اوفر نيوكليوس. متفقين في اي خليه لما اعرف الوظيفه الاساسيه بتاعتها اقدر اطلع الاي ام بيكتشر بتاعتها واقدر اطلع الال ام بيكتشر بتاعتها. دي رول. الخلايا البيزل سيلز دي وظيفتها الاساسيه انها تتقاصر عشان تديني الخلايا اللي في الصف اللي فوقيها. واي خليه عشان تتقاصر ايه اكتر اورجانيلز ممكن الاقيها في السيتوبلازم بتاعها؟ نشوف الاول بقى الفري رايبوسوم، لانها بتحتاج لبروتينات استعمالها الشخصي وللانقسام بتاعها. فاكتر اورجانيل ممكن الاقيه في خلايا البيزل لير هنا هو الفري رايبوسوم. وطالما في فري رايبوسوم كتير في السيتوبلازم يبقى باللايت مايكروسكوب السيتوبلازم بتاعنا ده اسيدوفيليك ولا ميزوفيليك؟ ميزوفيليك. فانا طالما عرفت ان الخلايا دي وظيفتها انها ديفايد تو فورم ذا سيلز اوف نيكست لاير هعرف الاي ام بيكتشر اللي فيه نيوبرس فري رايبوسومز، هعرف ال ام ان السيتوبلازم بتاعنا ميزوفيليك سيتوبلازم. خلاص كده. دي الخلايا البيزل لاير، ولانها زي ما قلنا وظيفتها الاساسيه تتقاصر فسموها بيزل جيرمينال لاير. الخلايا اللي بعد كده اللي عامله الطبقه الوسطانيه، واتفقنا الطبقه الوسطانيه دي هي الادوار المتكرره، يعني هي دي اللي سمكها بيمثل سمك الابيدرمس نفسه. كل ما زادت الادوار المتكرره كل ما زاد سمك الابيدرمس. هذه الادوار المتكرره برضه لسه ليها وظيفه انها تتقاصر وتدينا الخلايا بتاعت الصف اللي فوق. وبالتالي هذه الخلايا برضه لسه فيها فري رايبوسوم، وبالتالي السيتوبلازم بتاعها ميزوفيليك، بس كل الكاركتر دي اقل من الخلايا اللي في البيزل لير. فنقول السيلز اوف ذا انترميديت لايرز ديفايدنج سيلز تو فورم ذا سيلز اوف نيكست لاير فيها ثري رايبوسوم بات ليس ذان ذا بيزل لير. السيتوبلازم بتاعها ميزوفيليك بات ليس ذان ذا بيزل لير. هذه الخلايا بنسميها انترميديت لايرز. هذه الخلايا شكلها بولي هيدرال سيلز، واتفقنا قبل كده ان البولي هيدرال سيلز هي زي البوليجينال سيلز زي الكيوبيكال سيلز زي الكيوبويدال سيلز، كلها خلايا شبه المدوره كده، فكلها ليها نفس النيوكليس اللي هي سنترال راوند نيوكليون. فاي خلايا الاقيها قدامي في الترم ده سواء كانت كيوبيكال او كيوبويدال او راوند او بولي هيدرال. بولي هيدرال يعني ايه؟ يعني ليها كذا وجهه، واجهه 2 3 4 5 كذا وجهه، ما برسمهاش مدوره خالص، لا برسمها كده اهي، واجهه كده واجهه كده واجهه، بس مش طبعا مش هندي مش هندسه. وبالتالي الخلايا دي النيوكلس بتاعتها سنترال راوند نيوكلس. امال ليه انا رسمه الخلايا كده راكبه فوق بعضها؟ مين يقول لي؟ ليه مش عامله كل خليه بني هيدرالي مستقله بذاتها؟ برافو عليك، عشان الخلايا كراودد جدا لان ده ابيثيليال تيشو، وبالتالي الخلايا كونكتد مع بعضها، وبالتالي الخلايا حدودها مش واضح قوي. احنا بنشرح دلوقتي الطبقه الوسطانيه،
فايت عشان تدينا الخلايا اللي فوق، وبالتالي فيها فري ريبوسوم بس اقل من بريزر ميل. لكن الخلايا دي عشان عامله المين بالك اوف ذا ابيدرمس ليها وظيفه ثانيه مهمه جدا جدا، الا وهي انها فعلا كونكتد مع بعضها جامد جدا جدا باتصالات. هذه الخلايا كونكتد مع بعضها جامد جدا جدا باقوى انواع الالتصاقات في الانثيريال تيشو. ليه؟ علشان تدي سبورت للابيدرمس، عشان تعمل الابيدرمس تديله دعامه، عشان تعمل تمنع اي فورين بادي جاي من بره الجسم انه يعدي بين الخلايا وبعضها ويوصل لجوه الجسم. فالطبقه دي عشان هي المين بالك اوف ذا ابيدرمس من اهم وظائفها انها كونكتد مع بعضها. كل الابيثيليال تيشو كونكتد مع بعضها بالتصاقات، لكن دي كونكتد باقوى انواع الالتصاقات. واحنا البشر بنشرح انواع الالتصاقات دي ايه بالتفصيل. نمره 2 انها عشان يبقى الالتصاقات كده والخلايا وبعضها جامده جدا، بنلاقي ان الخلايا دي اهي، ادي خليه البولي هيدرال سيلز، نلاقي طالع من السن البرين كده بروسيس الزوايد اهي، ومن الخليه اللي جنبها الثانيه زوايد، زوايد عامله زي السباين كده، عامله زي شوك السمك. وعن طريق الزوايا دي يبدا الالتصاقات تتم بين الخلايا وبعضها، فتبقى الالتصاقات قويه جدا. عشان كده بيسموا الخلايا دي سباينس لاير او سباينس سيلز او انترميديت سباينس لاير، او ساعات بيبقى ليها اسم ثاني ستراتم سباينوزا. كلمه ستراتم يعني ضيق، وسباينوزا ضيق ان الخلايا دي زي ما قلنا فيها سباين لايك بروسيسز اللي الزوايد اللي بين الخلايا وبعضها اللي بتزود الالتصاقات بين الخلايا وبعضها. يبقى تاني الانترميديت لاير دي الخلايا اللي في النص هي المين بالك اوف ذا ابيدرمس، عدد الخلايا بتاعتها بيوصل من 4 ل 8 لاير، ممكن اكتر طبعا كل ما الشخص ده كان بيستعمل ايديه زي الفلاح مثلا، يعني اكيد طبعا الجلد بتاع الفلاح اللي بيستخدم الفاس طول اليوم مش زي مثلا واحد رسام ولا واحد بيعمل فاين موف فاين فانكشن او فاين جولد سكين بتاعه. وبالتالي كل ما زاد الفانكشن بتاعه السكين بتاعنا كل ما عدد اللايرز دي زادت عندنا. اتفقنا ليها وظيفتين، انها بتديفايد عشان تدينا السوبرفيشال سيلز زي ما هنشوف، وان هي كونكتد مع بعضها بالاختصاصات. نخلي بالنا ان كل الخلايا دي اللي انا بشرحها فيها انترميديت فيلامنت او سايتو فيلامنت اسمها انترميديت كيراتين فيلامنت. اي ابيدرمال سيلز، اي ابيثيليال سيلز بيبقى فيها نوع من انواع السايتو سكيلتون. فاكرين سايتو سكيلتون؟ في اول كتاب خالص في اتش 1 كنا قلنا ان في الاورجانيلز عندنا يا اما ميمبرينس يا نان ميمبرينس، ومن ضمن النان ميمبرينس في حاجه اسمها سايتو سكيلتون الهيكل بتاع الخلايا. كان بيتقسم الى فيلامنت، ثين فيلامنت او انترميديت فيلامنت او مايكرو تشيبولز. الانترميديت فيلامنت هنا في الخلايا دي اسمه كيراتين فيلامنت. كيراتين ده عباره عن بروتين مولوكيول كده يتجمع مع بعض يعمل خيوط جوه الخليه. بس كل ما طلعنا فوق هنلاقي الكيراتين فيلامنت دي بتتغير في الموليكولار ستراكشر بتاعها وفي الماتيوريتي بتاعتها وفي الفانكشن بتاعتها زي ما هنشوف. فانا بس عايز اقول ان البيزا اللي هي فيها كيراتين فيلامنت بس مش واضح قوي لانه لسه خيوط رفيعه جدا. الانترميديت سيلز دي فيها كيراتين فيلامنت بدا يبقى ماتيور اكتر، بدا يدخل في الادهيجن وفي الجنكشن وفي الالتصاقات اكتر. ماشي كده؟ طيب بعد كده الخلايا اللي في النص دي بدات تتكاثر، هتدينا الخلايا السوبرفيشال سيلز. السوبرفيشال سيلز في الاستراتيفايد سكومس ايبيثيليوم شكلها ايه؟ فلات سيلز وسبلات نيوكليار. احنا وصلنا هنا للسوبرفيشال سيلز هنا في الابيدرمس، ودي عباره عن فلات سيلز وسبلات نيوكليار. عدد الطبقات هنا بيبقى من 2 ل 4 لير او 2 ل 5 لير. هذه الخلايا اللي هي السوبرفيشال سيلز دي لا طبقات خلاص. فالتكاثر بتاع الخلايا بيقف عند مرحله الطبقه الوسطانيه، او تكاثر الخلايا بيتم في البيزل لير وفي الانترميديت لير فقط. عشان كده ساعات الراجل اللي اكتشف الحكايه دي اسمه مالبيديان، فسمى اقول ان البيزل لير والانترميديت لير عشان دول خلايا بتتكاثر احطهم تحت اسم مالبيديان ليرز. فلما يجي يسالك يقول لك ايه مالبيديان لير؟ تقول له دي البيزل لير والانترميديت لير لان دول الديفايدنج سيلز بس. لكن الخلايا اللي على السطح اللي هي السوبرفيشال سيلز دي لا تتكاثر. امال بتاع
بتعمل ايه؟ هذه الخلايا بيبقى جواها جرانيولز، مش اورجانيلز، جرانيولز معينه بتأدي الوظيفه بتاعتها عن طريق الجرانيولز دي. فهنلاقي ان هذه الجرانيولر سيلز، عشان كده سموا السوبرفيشال سيلز دي جرانيولر سيلز. فالجرانيولر سيلز او السوبرفيشال سيلز في الكيراتينوسايت بتحتوي على نوعين من الجرانيولز. نوع اسمه كيراتو هايلايت جرانيولز، جرانيولر سيلز اهي، فلات سيلز او ليها سبندل شيب كده اهي، وادي النيوكليس بتاعتها فلاتن اهي. واتفقنا ان كل السيلز بتاعت الابيديرمس او بتاعت الكيراتينوسايت فيها كيراتين فيلم، صح كده؟ اهي بنلاقي الخلايا دي اللي هي السوبرفيشال سيلز دي بيبقى فيها نوعين من الجرانيولز، نوع اسمه كيراتو هايلاين جرانيولز. هذه الجرانيولز عباره عن بروتين كده، مولوكيولز، مفيش حواليها غشاء ولا حاجه، وظيفتها انها تبدا تربط الكيراتين فيلمنت دي مع بعضها علشان تحولها الى باندلز تخينه وسميكه. يعني في مرحله السوبرفيشال سيلز دي اللي انا مكبراها هنا، الكيراتين فيلمنت مطلوب انه يبدا يتجمع مع بعض ويتجمع عشان يبقى مور كوندنسد. مين اللي بيقوم بالعمليه دي؟ جرانيولز معينه موجوده جوه السيلز دي اسمها كيراتو هايلاين جرانيولز، ودي طبيعتها عباره عن بروتين النيتشر. هذه كيراتو هايلاين جرانيولز بيزوفيليك انستيني، عشان كده هي السبب ان السيتوبلازم بتاع الخلايا السوبرفيشال سيلز دي تبقى بيزوفيليك سيتوبلازم. فنخلي بالنا السيتوبلازم بتاع البيزال لير والانترميديت لير بيزوفيليك عشان وجود الفري ريبوسوم، لكن السيتوبلازم بتاع السوبرفيشال سيلز اللي هي ما بتتقصرش لا تتقاطر ما فيهاش فري ريبوسوم كتير برضه بيبقى بيزوفيليك. ليه؟ عشان وجود الكيراتو هايلاين جرانيولز. ايه وظيفه الكيراتو هايلاين جرانيولز؟ ان تجمع الكيراتين فيلمنت مع بعضها تعمل لها اباندنس عشان يبقى مور كوندنس. في جرانيولز ثانيه جوه السيتوبلازم بتاع السوبرفيشال سيلز دي، هذه الجرانيولز الثانيه عباره عن حويصلات حواليها غشاء او ممبرين وجواها ليبيد بقى بالعكس. يعني الكيراتو هايلاين جرانيولز دي بروتين، لكن في جرانيولز ثانيه عباره عن ليبيد. هذه الجرانيولز الثانيه اللي فيها ليبيد وحواليها غشاء، والليبيد بيبقى متجمع كده في شكل ليرز، عشان كده سموا الجرانيولز الثانيه اللي في الجرانيولا لير دي او السوبرفيشال سيلز دي سموها ممبرين كوتد جرانيولز. ممبرين يعني حواليها غشاء، كوتد يعني مغلفه بالممبرين دي جرانيولز. هذه الجرانيولز الثانيه بقوا تاني بتحتوي على ليفل او دهون. هذه الليفل بتبقى متجمعه في شكل ليرز كده. الجرانيولز دي ما بتشتغلش وهي جوه الخلايا. لازم عشان تشتغل بتتحرك ناحيه السيل ممبرين وتبدا تشبك مع السيل ممبرين وتخرج الليبد اللي جواها بره الخليه. فات او ليبد طبعا هي. العمليه دي اسمها ايه؟ ان الفيسيكل او الجرانيولز دي تتحرك ناحيه السيل ممبرين وتشبك مع السيل ممبرين والكونتنت بتاعتها تخرج. البروسيس اسمها ايه؟ اكسوسايتوزس. برافو عليكم، صح. يبقى الجرانيولز دي الاول لازم تخرج الليبيد بتاعها بالاكسوسايتوزس، والليبيد او الدهون دي تبدا تنتشر بين الخلايا وبعضها عشان تقفل اي مسامات بين الخلايا وبعضها، فتمنع اي حاجه تعدي عن طريق الخلايا دي. سبحان الله، بالذات اي حاجه ووتر سوليبل طبعا. فكأني بالظبط سبحان الله الابيدرمس ده عامل زي الحيطه اللي بتتبني 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 باسمنت، اللي هي الاتصالات اللي بين الخلايا وبعضها، وبيجي البنا بعد كده يروح ماسك شويه جبس ابيض ولا اسمنته ولا حاجه ثانيه ويروح رششها على الحيطه. ليه؟ عشان يقفل اي مسامات. الحاجه اللي بترش على الحيطه دي عشان تقفل اي مسامات هي الليبت او الدهون اللي موجوده جوه الجرانيولز بتاعت السوبرفيشال سيلز اللي بتخرج بره عشان تقفل اي مسامات بين الخلايا وبعضها. فبنقول ان ليها سيمنت افكت. هيلينج حاجه بتقفل المسامات بتاعتها بتفيوز الخلايا مع بعض. كده طلعت
طلعنا ادوار كتير قوي صح؟ طلعنا كم دور؟ طلعنا دور في البيزر لاير، وطلعنا يمكن اربعه خمسه لثمانيه تسعه لاير في الانترميديت لاير، وبعد كده طلعنا من اثنين لخمسه لاير في السوبرفيشال لاير صح؟ والسوبرفيشال لاير دي ما بتتكاثرش، والخلايا دي ما فيش بينها وبين بعض بلاد فيسل، ده معتمد على النيوتريشن اللي جاي لها من البلاد فيسل اللي في الكونكت ستيشن اللي تحتها. وان حتى لو النيزمنت ممبرين ويفي بيحاول يوصل النيوتريشن والاكسجين لغايه اكبر ادوار ممكنه، الا ان السوبرفيشال سيلز خلاص كميه الاكسجين والنيوترنت اللي واصله لها هتبقى قليله جدا، صح كده؟ صح؟ تبدا الخلايا اللي على السطح دي تموت. تبدا الخلايا تموت مهما كان عندنا برج كبير ومركبين مواتير عشان ترفع الميه لفوق، دايما الادوار اللي فوق الميه بتاعتها قليله جدا. فسبحان الله دايما الخلايا اللي على السطح دي بتبدا تموت بالتدريج. يعني ايه الخلايا تموت؟ يعني يبدا النيوكلياي اللي فيها النيوكلس تختفي بالتدريج، تبدا الاورجانيلز. ايه الاورجانيلز دي؟ عشان انتوا نايمين خالص. يعني ايه اورجانيلز؟ ميتوكوندريا وكولجي ابريتاس والريبوسوم والرمي بلازمه ريتيكلم، الاورجانيلز اللي هي المسؤوله عن حياه الخليه تبدا برضه تموت بالتدريج. فيبدا الخلايا عندنا زي ما تقول ان هي دايت سيلز، خلايا بتموت بالتدريج. ليه عمال اقول بالتدريج بالتدريج؟ لان هنلاقي ان في مرحله عندنا هنا في النص كده بنسميها كلير لاير او ستراتم ليوسيدم، ستراتم يعني لاير وليوسيدم يعني كلير. هذه المرحله لسه الخلايا بتموت، لسه نلاقي فيها شبح من النواه، لسه نلاقي فيها شويه اورجانيلز. بس الخلايا كل ما كانت بتموت كل ما تبقى فلاتن اكتر اكتر، بس الكيراتين فيلمنت لسه موجود فيها. فبيسموا دي كلير لاير عشان الخلايا لسه بتموت. وانس الخلايا ماتت خالص بقى، ما بقاش فيها نيوكلياي خالص، ما بقاش فيها اورجانيلز خالص، بقت مجرد سيل ممبرين وجواه كيراتين فيلمنت، فبيعمل لي طبقه من الاسيتوفيليك ديد سيلز، خلايا ميته على السطح، بنسميها هورني لاير او كلير او كيراتين لاير. يبقى بعد نركز لو سمحتوا جدا في الحاجات دي هتفيدنا في الحياه العامه. ان الخلايا السوبرفيشال خلاص ما بقتش تتكاثر نتيجه نقص الغذاء والاكسجين اللي وصلها تبدا تموت بالتدريج، فتعمل لي طبقه في الاول اسمها كلير لاير او ستراتم ليوسيدم، فيها النيوكلس والاورجانيلز يختفوا بالتدريج وبتحتوي على كيراتين فيلامنت. بعد كده الخلايا ماتت خالص وبقى فيها ما فيهاش نيوكلس ولا اورجانيلز، لكن بقت مجرد عباره عن سيل ممبرين، سيل ممبرين وفيري فلاتن سيل، ما اقدرش اقول عليها سيل بقى خلاص سكيل كده ومليانه كيراتين فيلامنت. ولان الكيراتين فيلامنت هنا في المرحله دي بيبقى اسيتوفيليك، اذا هتعمل لي طبقه حمراء على السطح عامله زي الشعر الاحمر بنسميه كيراتين لاير. حد هيقول لي طب ما الطبقتين دول دي خلايا بتموت وفيها كيراتين ودي خلايا ميته وفيها كيراتين، اشمعنى دي انا مش شايفها تقريبا ودي شايفينها لونها احمر اسيتوفيليك؟ عشان اتفقنا ان كل ما طلعنا لفوق كل ما الكيراتين بتاعنا الموليكولار ستراكشر بتاعه اتغيرت، الماتيوريتي بتاعته زادت، فعلى السطح بيبقى خلاص اسيتوفيليك بروتينز بيبان لونه احمر. طقطوا مني؟ احنا النهارده بنشرح ايه؟ محاضره سكين. وسكين قلنا نوعين، ثيك سكين وسين سكين. ثيك سكين ده نوع هيري والسين سكين اللي هو الهيري. وقلنا عشان التيبيكال ستراكشر اوف سكين بيبان في الثيك سكين فده اللي بنشرحه دلوقتي. الثيك سكين عباره عن طبقتين، طبقه اسمها ديرمس وفوقيها طبقه من الابيديرمس. كل ده احنا بنشرح في طبقه الابيديرمس. وطبقه الابيديرمس قلنا 85% من مكوناتها ما هو الا خلايا الكيراتينايزد استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اللي بين قوسين اسمها كيراتينوسايت. فكل ده بنشرح في الكيراتينوسايت دي. ليه كل ده بنشرح في الكيراتينوسايت؟ عشان ما هي الا الكيراتينايزد استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اللي هو كذا صف من الخلايا. خمس صفوف من الخلايا او خمس انواع من الصفوف. فبدانا نشرح البيزر لاير وبعد كده الانترميديت لاير بصفوفها الكتيره،
وبعد كده السوبرفيشال لاير بسقفها، وبعد كده الكلير لاير، وبعد كده البوردي لاير او الكيراتين لاير. دي مكونات الكيراتينوسايت اللي هي الكيراتينايز استراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. لو تلاحظوا كده من الشرح بتاعنا ان هذه الخلايا بتمثل لايف سايكل لخليه واحده. الخلايا بتاعت جدنا ده بتاعت الهيربس دي هي لايف سايكل لخليه واحده. ازاي؟ خليه تتكاثر هنا، دي الخليه الام اهي تتكاثر تدينا الخلايا اللي في الانترميديت لاير، اللي بتتكاثر تدينا الخلايا اللي في السوبرفيشال لاير، اللي تبدا بقى نتيجه نقص الغذاء بتاعها تموت بالتدريج، وبعد كده تعمل لنا طبقه الكيراتين اللي على السطح. طبقه الكيراتين اللي على السطح دي بتقع باستمرار عشان تعوض من الخلايا اللي في البيزر لاير اللي تتكاثر تدينا الانترميديت لاير اللي بتتكاثر ام سكر. فكان خلايا الابيدرمس عندنا لايف سايكل لخليه واحده. يكفي ان تعرف ان الجلد بتاعنا الخلايا الابيدرمس بتاعتنا بتتجدد كل من اسبوعين لاربع اسابيع. يعني لو واحد حصل له اي خدش بس ما يوصلش لغايه البيزمنت ممبرين ممكن يختفي خالص في خلال ماكسيموم اربع اسابيع. ماشي كده؟ ده بالنسبه لي. وقد ايه خلايا الكيراتينوسايت مهمه جدا جدا لحياتنا، لدرجه ان في جمله كده سمعتها قريتها في تكست بوك قبل كده، ان لولا خلايا الابيدرمس دي ما كانش في حياه على سطح الارض، لان ما كناش نقدر نعيش. سبحان الله مع الانفايرمنت، مع كل الميكروبات، مع كل الحاجات اللي حوالينا، الجلد ده هو خط الدفاع الاول. خلايا الابيدرمس دي هي اللي بتمنع اي فورين بادي زي ما شفنا ان يعدي الجلد جوه الجسم بتاعنا. اتفقنا ان الابيدرمس 85% من مكوناته عباره عن كيراتينوسايت، 15% من مكوناته عباره عن خلايا ثانيه مهمه جدا اسمها نان كيراتينوسايت. وطبعا دي خلايا لو هنشرح فيها ممكن نقعد شهر ونشرح فيها، لكن مجرد ان هنقول نبص على كل خليه كده اسمها ووظيفتها الاساسيه ايه وايه اهم مكوناتها. عندنا ثلاث انواع من الخلايا النان كيراتينوسايت، زي ما قلنا تاني اللي بتمثل 15% من الخلايا اللي موجوده في الابيديرمس. يعني هذه النان كيراتينوسايت هنلاقيها محشوره بين خلايا الابيديرمس. ايه هي النان كيراتينوسايت؟ ده اول خليه عندنا اسمها لانجرهانس سيلز. انا مش عايزه ابوظ الرسمه دي عشان نرسمها، لكن هشرحها هنا. اللانجرهانس سيلز هي الخلايا اللبني دي اللي فوق اللي بتبقى موجوده بين خلايا الانترميديت لاير هنا. اسمها لانجرهانس سيلز. مجرد ما تعرف ان اللانجرهانس سيلز دي هي فاجوسيتك سيل. فاجوسيتك سيل يعني شبه ايه؟ شبه الماكروفيج سيل بتاعت الكونكتيف تيشو. يبقى خليه وظيفتها انها تعمل فاجوسيتوسس للاجسام الغريبه من ضمنها الميكروبات، من ضمنها اي فورين بادي، وتكسره جواها. يبقى ايه اكتر اورجانيل ممكن الاقيه في السيتوبلازم بتاع الخليه دي؟ لايسوسوم. اكسلنت. وايه الكومنت بتاع الثانيه؟ لايسوسوم جاي من ايه؟ كولشي اباريتس. برافو عليك. ما ينفعش اقول لايسوسوم من غير كولشي اباريتس، لان كولشي اباريتس جاي من لايسوسوم. فمجرد ما اقول لك ان الخليه اللانجرهانس سيلز دي اللي موجوده بين خلايا الانترميديت لاير، وافتكرها هي موجوده فوق شويه عشان تلقط اي فورين بودي يحاول يدخل الابيدرمس. هذه الخليه مليانه لايسوسوم ومليانه كولشي اباريتس عشان وظيفتها انها تعمل فاجوسيتوزس وتكسر اي فورين بودي. وتلاحظ طبعا اهي ان فيها الريجنال سيلفين برين او سوتوبوديا عشان ده الكاركتر بتاع اي فاجوسيتك سيل. الخليه الثانيه اللي عندنا من النان كيراتينوسايت خليه اسمها ميركل سيل. الميركل سيل موجوده في الخلايا البيزل لاير بقى تحت. ليه؟ عشان هذه الخليه بتشتغل كريسبتور مستقبلات. بتتكت اي واحد يجي يضغط على جلده يجي يلمس جلده، هذه الخليه هي بتاخد السنسيشن دي، ولان بيجي لها سنسوري نيرف فايبر عشان كده بتشتغل كريسبتور، هو بينقل السنسيشن دي للسي ان اس. فالبيربل سيلز موجوده بين البيزر لاير عشان تبقى قريبه قوي كده السنسوري نيرف فايبر، وبتشتغل طالما معاها سنسوري نيرف فايبر يبقى بتشتغل كريسبتور. ايه الريسبتور بقى؟ نوعه ايه؟ ميكانو ريسبتور، يعني
detect the mechanical stress or mechanical touch, mechanical pressure within the CNS. The fourth layer from the non-keratinocyte عندنا برضو موجودة بين البيزا اللي هي وبعضها. هذه الخلية اسمها ميلانوسايت. ميلانو جاية من ميلانين بيجمنت وسايت يعني خلية. فإذا هذه الخلية هي المسؤولة عن تكوين الميلانين بيجمنت. إيه الميلانين بيجمنت ده؟ هو ده اللي بيخلي جلد واحد أبيض، جلد واحد أسمر قوي، جلد واحد أسود، جلد واحد أي لون حسب درجة اللون بتاع الجلد. طبعا سبحان الله ربنا مش هيخلق خليه عشان بس يعمل جلد ابيض وجلد اسود، لا، الخليه دي ليها وظيفه مهمه جدا 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 زي ما هنشوف. هذه الخليه بتصنع الميلانين بيجمنت. هذا الميلانين بيسيب الخليه بالاكزوسايتوزيس عشان يدخل خلايا الكيراتينوسايت نفسها بالاندوسايتوزيس. بعد كده الميلانين ده يروح واقف على النواه بغلفها، وبالتالي يحمي الدي ان ايه اللي جوه النواه من اشعه الشمس. سبحان الله، اشمعنى الميلانين يروح على النيوكليس ويقف عليها عشان يحمي الدي ان ايه بالذات؟ لان الدي ان ايه ده لو اتاثر وحصل له اثاره في الالترا فايلت ريز الخليه ممكن تتجنن وتعمل كانسر، او الخلايا وهي بتتقاصر تدي خلايا غير مشابهه ليها. فالدي ان ايه طبعا اهم جزء في الخليه، وبالتالي زي ما قلنا ده وظيفه الميلانين الاساسيه في جلدنا. طب ايه الخليه دي اللي بتصنع ميلانين؟ عشان تصنع ميلانين بتصنعه عن طريق انزيم معين اسمه تايروزينيز انزيم، وده بروتين. ايه اهميه ان انا اقول لك كده في المرحله دي؟ يعني المرحله الخليه عشان تصنع ميلانين الاول بتصنع انزيم اسمه تايروزينيز انزيم، وهو على طريق كيميكال رياكشنز كده معينه تعمل الميلانين. عشان اقول لك ان الخليه دي خلي بالك دي بروتين فورمنج سيل، لان اي بروتين اي انزيم سوري بروتين، وبالتالي خليه اساس وظيفتها انها تصنع تايروزينيز انزيم يعني تصنع بروتين. اذا هي بروتين فورمنج سيل يعني هي خليه مليانه رفق اندوبلازم كريتيكلم ميتوكوندريا برج ابريتس اي كروماتيك نيوكليس، وبالتالي هي بروتين فورمنج سيل. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الخلايا اسمهم نان كيراتينوسايت، بالرغم ان هم بيمثلوا 15% فقط من خلايا الابيديرمس، الا انهم زي ما انتم شايفين كل واحده فيهم ليها وظيفه مهمه قوي. منهم اللانجر هاد سيلز اللي هي فاجوسيتك سيلز، منهم البيربل سيلز اللي هي ميكانو ريسبتور سيلز، ومنهم الميلانوسايت اللي هي بتصنع الميلانين اللي بيحمي طبعا دي ان ايه زي ما قلنا من الالترا فايلت ريز. بالتالي ده زي ما هو بيبين الابيديرمس بتاعنا من الكيراتينوسايت اللييرز بتاعتها الخمسه، ومن النان كيراتينوسايت اللي هي بين الخلايا وبعضها. ده بالنسبه للابيديرمس. بعد كده طبقه اللي تحت الابيديرمس زي ما قلنا طبقه الديرمس، وطبقه الديرمس ما هي الا كونكتيف تيشو بروبر، طبقة من الكونكتيف تيشو بروبر، ماشي. وبعدين لقوا ان الطبقة دي بتتقسم ترجع تتقسم إلى طبقتين، طبعا مش بخط كده فاصل، لا، يعني من المكونات بتاعتهم. فلقوا ان الكونكتيف تيشو بروبر اللي تحت الكونكافيتيز بتاعت البيزمنت ممبرين لغاية هنا كده أهو ليه استراكشر وليه كاركتر مختلف عن بقية الديرمس اللي تحت. فقال ان الديرمس ده هنقسمه الى سوبرفيشال لاير وديب لاير، او هنقسمه حسب ان السوبرفيشال كونكتيف تيشو ده زي ما قلت موجود في الكونكافيتي بتاعت البيزمنت ممبرين، يعني عامل زي ما يكون عامل ديرمال بابيلي، عامل صوابع كده كانها بروجكت جوه الابيديرمس. فقالوا هنسمي السوبرفيشال لاير بتاعت الديرمس دي بابيلاري لاير، وهنسمي الديب لاير بتاعت الديرمس ريتيكولار لاير، وهنعرف ايه حاجه ريتيكولار لاير. فالسوبرفيشال او البابيلاري لاير اوف ذا ديرمس مكوناتها عباره عن لوس انيلر كونكتيف تيشو. دايما تحط في دماغك كده ان في اي اوردر لما يكون عندي انفيريال تيشو دايما مثلا في 99% من الحالات الاقي تحتيه نوع الكونكتيف تيشو اللي تحتيه
loose annular connective tissue. ليه؟ علشان يبقى فيه blood vessels كتير بيغذي الإبيثيليال tissue عشان يعمل زي support كده ودعامة للإبيثيليال tissue كأنه مخدة ريش نعام كده للإبيثيليال tissue علشان لو أي ميكروب بعد كل المواصفات اللي قلناها في الإبيديرمس ده فكر إنه يخترق الإبيديرمس ويوصل للكونكتيف تيشو لاير دي يلاقي فيه اميون سيلز. ولو تفتكروا في اللوس قالوا الكونكتيف تيشو ده كان مليان بلازما سيل، مليان ماكروفيتش سيلز، مليان ماست سيل، مليان وايت بلاد سيلز، يعني خلايا مناعيه. فدايما تحت الإبيثيليال تيشو الاقي لوس قالوا الكونكتيف تيشو عشان يبقى فيه بلاد فيسل كتيره، يبقى فيه سيلز كتيره بالذات الخلايا المناعيه اميون سيلز، ماشي كده؟ عشان يعمل سبورت للابيثيليال. بالرغم ان المابيلاري لاير دي بتاعت الدرمس بتبقى طبعا صغيره زي ما احنا شايفين، هي مجرد موجوده في الكونكافيتيز بتاعت البيسمنت ميمبرين. الطبقه الثانيه من الدرمس اساس تكوينها كولاجين فايبر. ليه؟ لان نوع الكونكتيف تيشو بروبر اللي فيها الريجلر وايت فايبرس كونكتيف تيشو. الريجلر وايت فايبرس كونكتيف تيشو. يعني اساس تكوينها هو فايبر بالذات الكولاجين فايبر. بس لان الكولاجين فايبر هنا الريجولار ارينجنج هبحسب كده عامل زي الشبكه فسموها ريتيكولار لاير. خلي بالك يعني بالرغم ان اسمها ريتيكولار لاير لكن اللي فيها كولاجين فايبر تايب 1 اللي عامل بامبلز مش ريتيكولار فايبر. لكن ليه اسمها ريتيكولار لاير؟ عشان الكولاجين بامبلز دي الريجلر ارينجد في عامله زي الشبكه. وبالتالي الطبقه طبعا اللي تحت دي اللي بتعمل سبورت للدرمس نفسه وللسكين نفسه هتبقى كميه البلاد فيسل اللي فيها اقل، كميه السيلز اللي فيها اقل، هي معتمده على وجود الفايبرز اكتر فيها. فدي مقارنه اهي. قبل ما نوصل للمقارنه اهي احسن صوره بتوضح العلاقه بين الابيدرمس والدرمس. وفي الدرمس الدرما البابلي او البابلر اللي هي زي ما احنا شايفين اهي. الطبق اللي فوق دي عباره عن الابيدرمس وده الكونكافيتي بتاعت البيسمنت ممبرين. الطبق اللي تحت دي عباره عن الدرمس وهي كميه الكونكتيف تيشو اللي داخله جوه الكونكافيتيز دي هي اللي عامله البابلر اللي هي اوف ذا درمس. للاسف دايما لما بحب اشرح السكين بحب قوي اجيب معايا كرتونتين بتوع البيت. الكرتونه اللي فوق هي بتمثل الابيدرمس والكرتونه اللي تحت بتمثل الدرمس وسبحان الله قد ايه بيبقوا داربين في بعض وفعلا الرقبه اللي بينهم وبين بعض دي من ضمن العوامل اللي بتلزقهم مع بعض بين الابيدرمس والدرمس. ماشي كده؟ وان في الكرتونه اللي تحت بتاعت البيت الحاجات اللي طالعه دي هي دي الديرما البابيلي اللي هي البابيلر لاير اوف ذا درمس. وبالتالي الدرمس اوف ذا ثيك سكين عباره عن بابيلر لاير وعباره عن ريتيكولار لاير. البابيلر لاير هي السوبرفيشال لاير زي ما اتفقنا دي بتبقى صغيره. نوع الكونكتيف تيشو اللي فيها مهم قوي اللي هو اللوز اريلر كونكتيف تيشو. قلنا لانها مليانه بالميون سيلز فهي مور سيلولر، مليانه بلاد فيسل عشان تغذي الابيدرمس فهي مور فاسكولار. لكن الطبقه اللي تحت في الدرمس هي عباره عن ريتيكولار لاير. قلنا لان نوعها الريجلر وايت فايبرس كونكتيف تيشو او ساعات يسموه دنس كونكتيف تيشو لانها هي دي ثيك لاير، كميه السيلز اللي فيها اقل، كميه البلاد فيسل اقل. وكان نفسي هنكمل ان شاء الله لو ونعمل ابديت للكتاب او مش عارفه عندكم ولا لا ان الفايبرز ليها اكتر طبعا اللي هي الكولاجين فايبرز. ده بالنسبه للثيك سكين. الثيك سكين عباره عن ابيدرمس ودرمس. الابيدرمس عباره عن كيراتينوسايت ونان كيراتينوسايت. الكيراتينوسايت هم الخمس طبقات اللي احنا شرحناهم والنان كيراتينوسايت هم الثلاث انواع من الخلايا. بعد كده الدرمس عباره عن طبقتين، طبقه اللي هي البابيلر لاير او بنسميها ديرمال بابيلي، طبقه الكونكتيف تيشو اللوس خلايا الكونكتيف تيشو اللي جوه الكونكافيتيز بتاعت البيزمنت ممبرين دي بنسميها يا اما ديرمال بابيلي يا بابيلر لاير. وفي الطبقه اللي هي تحت الريتيكولار لاير. الثين سكين اللي هو بعيد الجلد بتاع جسمنا اللي هو الهير سكين نفس الاستراكشر بالظبط. نفس الاستراكشر ابيدرمس ودرمس
والإبيديرمس كيلاتينوسايت ونان كيلاتينوسايت والديرمس فابيلاري لاير والتيكلا لاير مفيش قلق يعني مفيش نفس الاستراكشر الحمد لله. لكن في بعض الفروقات كده بينهم وبين بعض. هنعرف بس مجرد ايه هي الفروقات اللي موجوده بين الثين سكين والثيك سكين. زي ما اتفقنا الثيك سكين موجود في البالم اوف هاند بطن الايد والسول اوف ذا فيت بطن الرجل. لكن الثين سكين اللي هو الميل موجود في ايه؟ في السمين. لو مسكنا الابيدرمس في الثيك سكين زي ما اتفقنا ده تخين جدا. الثيك سكين طالما من اسمه كده يبقى الابيدرمس بتاعنا تخين. وبالتالي فوق الخمس طبقات بتاعتنا طبعا البيزل هي طبقه واحده كده كده فمش هتبقى تخينه او رفيعه. الانترميديت اللي هي في الثيك سكين تخينه. الجرانولا اللي هي في الثيك سكين تخينه. التنين اللي هي موجوده. الهورن اللي هي تخينه. يبقى في الثيك سكين كل طبقات الابيدرمس تخينه. لكن لما نيجي للثين سكين نلاقي الابيدرمس رفيع جدا. بص الرسمه دي كده. بص الطبقة اللي فوق دي خالص الصغننة هي دي الابيدرمس. الخط الأحمر اللي ماشي بالعرض ده كده أهو الهوموجينس ده ابيدرمس. فالابيدرمس قد إيه في السين سكين بيبقى رفيع جدا وبالتالي كل طبقاته تبقى رفيعة. البيزل لاير طبقة واحدة خلاص. لكن الانترميديت لاير رفيعة جدا. الجرانيولار لاير أو السوبرفيشال لاير رفيعة لدرجة إنها بتبقى صف واحد من الخلايا. الكلير لاير او الهورن او الستراتم ميوسيتال مش موجوده اصلا لان الابيدرمس رفيع جدا مفيش. الهورن لاير رفيعه جدا فكل طبقاته رفيعه جدا. لما نيجي على الديرمس البابيلر لاير او اللي بنسميها ديرما البابيلي لان في الثيك سكين زي ما اتفقنا عشان الابيدرمس تخين بنلاقي البيزمنت ممبرين ويف كتير والويفنس بتاعه رجله. فعلشان كده في الثيك سكين نتيجه لان البيزمنت ممبرين ويفي جامد بنلاقي ان البابيلاري لاير بتاعت الديرمس يقول لك انها كبيره انها رجله انها عددها كتير عدد كتير حجم كبير ومنتظم. لكن في الثين سكين لان الابيديرمس اصلا رفيع جدا فالويفنس بتاع البيزمنت ممبرين يبقى قليل فنلاقي البابيلر اللي هي الثين سكين عددها قليل حجمها صغير والريجلر ان ارينجمنت. ده بالنسبه للديرما البابيلي اللي مرتبطه اللي هي ايه الديرما البابيلي تاني هي البابيلر اللي هي اوف ذا ديرمس مرتبطه بايه؟ بالويفنس اوف بيزمنت ممبرين. بالنسبه لي الجلال في الجلد في سويت جلال طبعا غدد عرقيه ما شرحناهاش بالتفصيل بنديها طبعا في بشري عندنا لكن انتوا عشان الوقت طبعا ما بنشرحهاش بس احنا عارفين ان الجلد فيه غدد عرقيه اللي هي سويت جلال. تتوقعوا ان سويت جلال تبقى في الجلد اللي في بطن الايد اكتر ولا في ظهر الايد؟ يعني الواحد لما يكون في امتحان كده وتحت ستريس ويعرق بطن ايده بتعرق اكتر ولا ظهر ايده؟ بطن ايده صح؟ جربوها كده تلاقوا بطن الايد بتعرق اكتر. فاذا فعلا في الثيك سكين السويت جلاند اكتر منها في الثين سكين لكن موجودين في الاثنين طبعا. طيب احنا كل ده احنا مع الثيك سكين وديت الثين سكين كل حاجه اكتر في الثيك سكين واقل في الثين سكين. الثين سكين بقى هيجي يعوض نفسه بحاجات ثانيه. ايه هي؟ طبعا زي ما قلنا ان هو فيه شعر فيه هير في الثين سكين مع الهير ده الهير ده طالعه من بيت كده اسمه هير فوليكل. فالهير فوليكل دي بيت الشعرايا اللي هو ده بيت الشعرايا اللي طالعه من هنا الشعرايا اسمه هير فوليكل. ودي بتتكون ازاي؟ ان الابيديرمس نفسه يبدا ينزل اثناء التكوين ويرجع تاني يعني ما ليها قصه كده. فاذا في الثين سكين بنلاقي فيه هير وهير فوليكل. بنلاقي فيه حاجه اسمها سيبيشيس جلال غدد دهنية. الغدد الدهنية دي كأنها بتفتح في الهير فوليكل نفسها تفتح في بيت الشعرية نفسها فلازم تبقى مرتبطة بوجود الهير والهير فوليكل يعني لازم تكون موجودة في الثين سكين فقط. إيه هي الغدد الدهنية دي؟ اللي بتطلع الدهون اللي على أساسها بنقول الجلد ده دهني الجلد ده جاف الجلد ده متوسط
حسب الغدد الدهنيه اللي هي السيباشيوس جلاند وحسب كميه الدهون اللي بتطلعها جوه الشعرايه، وبالتالي هي موجوده في السكن سكين مش موجوده في السكن سكين. حاجه كمان موجوده في السكن سكين مش موجوده في السكن سكين اسمها اريكتور بيلي ماسل. الاريكتور بيلي ماسل نفترض ان ده ادي السكن سكين اهو، وادي الهير فوليك اللي هي بين الشعرايه اهي، وادي الشعرايه طالعه اهي، وادي السيبيشن جلاند اهي. يبقى في عندي كمان ماسل كده اسمها اريكتور بيلي ماسل، هذه الماسل بتبقى موجوده كده كده بين الهير فوليك نفسها بين الشعرايه وبين الكونكتيف تيشو اللي موجود تحت الابيدرمس. هذه العضله انت مطلوب منك تعرف اسمها بس، موجوده في السين سكيل بس مجرد نبذه كده. هذه العضله بيجي لها سمباثيك انرفيشن، يعني بيجي لها اعصاب معينه لما بيحصل ستريس لاي شخص العضله دي بتكسر، تروح شاده بيت الشعرايه كده هنا، تروح الشعرايه واقفه عشان سواء الستريس ده من فوق او من بره. عشان كده يقول لك الراجل ده لما بيتخض شعر جسمه بيقف، او الست دي شعر جسمها بيقف ليه؟ علشان الاريكتور بيلي ماسل دي انها بتبقى رابطه بين الهير فوليك والكونكتيف تيشو، لما يحصل لها سمباثيك ستيميليشن تبدا الهير فوليك نفسها تيجي الناحيه دي كده، فالشعرايه تقف هنا، فنقول ان الشعر بتاع الشخص ده وقف. فاذا عايز اقول ان في ثلاثه باكج كده مع بعضهم، الثلاثه دول موجودين في الثين سكن ومش موجودين خالص في الثيك سكن. الثلاثه الباكج دول اسمهم هير فوليك وهير طبعا، سبيشال جلان واريكتور بيلي ماسل. دول موجودين في الثين سكن ومش موجودين خالص في الثيك سكن. ده دايجرام تاني اهو بيبين برضه نفس الكلام. ده الثين سكن بالباكج اللي موجوده فيه بالهير والهير فوليكل اهي، السبيشال جلان اللي بتفتح تحت الهير فوليكل، والاريكتور بيلي ماسل اللي بالعرض دي. كده خلصنا الهيستولوجيكال استراكشر اوف ذا سكين، نقول الفانكشن بتاعته، والفانكشن دي من ضمن الشرح اللي احنا شرحناه مش حاجه جديده. احنا عمالين نقول من الصبح ان الخلايا بتاعت الابيدرمس كونكتد مع بعضها باتصالات قويه جدا، ان على سطحها في طبقه من الكيراتين، ان فيها الانجر هاند سيلز، ان في الابيدرمس اميون سيلز، كل ده عشان يعمل ايه؟ يعمل بروتكشن. نمره اثنين قلنا ان في عندنا نيرف سيلز وفي فري نيرف فايبر بتبقى واصله بين الابيدرمال سيلز وبعضها، كل ده عشان يعمل سنسيشن. في سويت جلاند اتكلمنا عليها، وفي نوع بلاد فيسل هنا في السكين بيبقى متوزع بطريقه معينه، كل ده عشان يعمل يحافظ على درجه الحراره بتاعت جسمنا جوه. وتحت الجلد طبعا بيبقى في فات سيلز او اديبوز كونكتيف تيشو، كل ده الهدف منه يحافظ على درجه حراره الجسم ويعمل لها ريجيليشن. بالذات طبعا السويت جلاند بتدخل بدور مهم جدا انها بتنظم حراره الجسم بتاعتنا. نفس السويت جلاند بتشتغل كاكسكريتوري اورجن. اورجنز بيخرج الفضلات بتاعت جسمنا بره. احنا عندنا تو اكسكريتوري اورجن في الجسم اساسا، اللي بيخرج الويست برودكت الالكترولايتس التوكسيك سبستانس، الكيدني والسويت جلاند بالذات. بعد كده سينسز اوف فيتامين دي، وكمان الجلد طبعا ممكن دايجنوزس اوف سام ديزيز حتى لو سيستميك ديزيز، يعني ممكن تدخل على دكتور كده مجرد ما يفحص او يبص على الجلد بتاعك يقول لك انت عندك انيميا مثلا، لا انت عندك ساينوزس في مشكله في القلب غالبا. ليه؟ عشان من بلاد فيسل ترتيبها معين في الجلد نقدر نشخص بعض السيستميك ديزيز. ده علاوه طبعا على بعض الامراض المرتبطه بالجلد نفسها زي السورايسيس زي حاجات ثانيه ممكن تتشخص عن طريق الجلد. دي وظائف الجلد المختلفه، وزي ما قلنا هيستولوجيكال استراكشر اوف ذا سكين شرحنا الثيك سكين والسين سكين والفروق اللي بينهم. بعد كده هنتكلم على طبعا العمل بتاعنا. عارفين العمل عباره عن ايه عندنا؟ ها؟ جت اشوف
ليبل دايجرام صح كده؟ والداتا شو عباره عن صور عليها معاليق، والليبل دايجرام صور وعليها ليبلز، اوكي؟ وان الليبل دايجرام ينفعنا كل مره بقول نفس الكلام عشان كده بضحك يعني. نفس الكلام بقى لنا من اول السنه مش من اول ترم. الليبل دايجرام ينفعنا في حاجتين، في الامتحان العملي وفي الرسومات بتاعتنا. وبما ان احنا جبنا سيره الرسومات فزي ما انتم شايفين عرفتوا في الترم الاول الرسومات لما الشيت بتاعت الرسومات في اخر الترم عادي خالص مفيش مشكله. احنا بنشرح كل مره تقريبا العملي اهو بانتظام فيس تو فيس وفي المسجل. فارجوكم لو سمحتوا تهتموا بالرسومات كويس جدا، وزي ما بقول 100 مره بنعتمد على رسومات ومصدرين، مصدر الليبل دايجرام اللي في الكتاب ومصدر الرسومات اللي برسمها هنا. والنهارده بتكلم بجديه اكتر ليه؟ لان انا عندي نص ساعه ارسم الرسمه اللي على البورد دي. فارجوكم قبل ما تمشوا تتصور الرسمه دي، اوكي؟ تحاولوا اللي عايز يرسم منها مفيش مشكله، اللي عايز يرسم من الكتاب مفيش مشكله، ونكمل البيانات طبعا. وانا بقول اهو كلامي مسجل، نكمل البيانات طبعا دايما من الكتاب لو سمحتوا. نيجي على العمل زي ما قلنا الداتا شو عندنا في الترم ده الحمد لله مفيش اي ام بيكتشر خالص، كل الرسومات اللي عندنا او كل الصور اللي عندنا ال ام، حتى الصوره الوحيده اللي خدناها قبل كده ابيض واسود اللي هي النيرف ترانك كانت ال ام بالرغم انها مصبوغه عشان مصبوغه اوزميك اسيد. فاحنا ما بنهتمش اقصد بالكومنت عندنا بالال ام بيكتشر، فعشان كده ساعات الكومنت على الصوره زي ما اتفقنا قبل كده ممكن يبقى كلمه، عشان كده بنهتم بيها جدا. لو تفتكروا لما قلت لكم في النيرف ستيشن كلمه نيورونز بتفرق عن نيورونز، دي بتبين الاس دي بتبين انت فاهم في اكتر من نيورونز في الصوره ولا لا. فلو سمحتم علشان التعليق عندنا كلمه او كلمتين في اغلب الاحيان فنهتم جدا بالتعليق على الصور. فانا عندي هنا مثلا على الصوره دي في شريط او الصوره طوليه وعباره عن ايبيثيليال تيشو واضح من النيوكلياي اللي فيها اهو، وكيراتين على السطح وكونكتيف تيشو تحت. طبعا ده سكين، طالما ما شفتش هير فوليكل او بيت شعر في الصوره يبقى ده ثيك سكين. يبقى الصوره دي ليه؟ اهي مجرد ما تشوف الصوره الثانيه هتعرف الفرق جدا. لازم في الثين سكين هجيب لك هير فوليكل اهي شعرايه، فواضح جدا الفرق بينهم. فاذا الصوره دي عباره عن ثيك سكين، اللي هيتلخبط ويقول لي ثين سكين ممكن اديله نص الدرجه وحتى ممكن ما ادلوش درجه خالص لان مش واضح مش فاهم مش فاهم ايه الفرق اللي بينهم واهم الفروق اللي بينهم. فدي زي ما احنا شايفين طبقه من الابيدرمس وعليها كيراتين قد ايه تخين والكونكتيف تيشو اللي تحتيه، وبالتالي كل اللي مطلوب منك في الصوره دي ان انت تقول ثيك سكين. الصوره الثانيه زي ما قلنا برضه ابيدرمس وتحتيها كونكتيف تيشو لكن في هير فوليكل بين الشعرايه هو واضح جدا، وادي جزء من الشعرايه اللي في النص ده اهي الحمراء دي، دي جزء من الشعرايه جوه في الامبيدد في الهير فوليكل. وادي السيبيشيوس جلاند اهي، دايما السيبيشيوس جلاند عشان غدد دهنيه عشان فيها دهون فبتدوب واحنا بنحضر السكشن فبتبان زي البابلز كده او مغاوي الصابون كده في الصوره. فدي عباره عن سيبيشيوس جلاند. حد يقول لي هي جوه بيت الشعرايه؟ لا هقول لك هي على بيت الشعرايه على الهير فوليكل بس الصوره اللي هي كده. فدي اهي عباره عن ده ثين سكين طبعا 100% ثين سكين. نيجي للليبل دايجرام اهي، وبرده الصوره مرسومه حلوه قوي في الكتاب سهله جدا. بس لو سمحتم يمكن هنا الكالرز هنا مختلفه شويه، لو سمحتم نركز ان السيلز بتاعت الابيدرمس بتبقى بيز وفيل، واحنا شرحنا وفهمنا ليه. اوكي؟ احنا ساعات بنجيب الدايجرامز دي من عندنا يبقى كانه ملونها او صابغها بحاجات ثانيه فبتجيب الوان ثانيه، او علشان يقول لك خلي بالك ان الانترميديت لير الميزوفيليا بتاعتها اقل من البيزر لير، فعايز يوصل الرساله دي. لكن في الاخر نخلي بالنا ان السيلز بتاعت البيزر لير، السيلز بتاعت الانترميديت لير، السيلز بتاعت السوبرفيشال لير كلهم بيزوفيليك، وعرفنا السبب بتاعهم ايه هو. فاحنا لما نيجي نرسم لو سمحتوا نرسم خلايا الابيدرمس بيزوفيليك او لون ازرق ما عدا طبقه الكيراتين هي اللي اسيتوفيليك. في الكونكتيف تيشو زي ما احنا عارفين اي بلوك فيسل بتترسم اسيدوفيليك الجدار بتاعها وبيبقى عليها النيوكلياي كده على الجدار، خلاص احنا خدنا البلوك فيسل والبلوك كابيلاريز وعرفنا ان فيها اندوثيليا سيلز اهي فلات سيل اهي وفلات نيوكلس
واي كونكتيف تيشو زي ما اتفقنا بيترسم شرط حمراء كبيره شويه اللي هي الكولاجين فايبر وشرط صغيره اللي هي الفايبروبلاست. ولما جينا هنا في الريتيكولار لاير زودنا شويه كولاجين باندلز كده عشان تبان ان هي دي الريتيكولار لاير. اوكي وبالتالي ده الكونكتيف تيشو بروبر. اللي عايز يرسم طبعا السويت جلاند يرسمها، واللي مش عايز يرسمها ما يرسمهاش عشان احنا ما خدناش التفاصيل بتاعتها. دي عباره عن تجمعات من السويت جلاند. بالنسبه للسكين سكين مش عارف عليكم رسمتها ولا ايه؟ عليكم في الكتاب رسمة السكين سكين؟ صعبه. اوكي. ماشي اتفقنا على كده؟ في حد عنده اي سؤال بخصوص الامتحان؟